السلام عليكم يا اخوان. نادوني اليوم كذا قالوا لي تعال مسرح كذا بتصور بيجوك متابعين كذا، بس في الاخر للاسف ما حد جاي يا اخي، ما ادري ليش. يا ساتر. إيه هذا المهم، مهدد بالانقراض هنا في افريقيا. هلا والله. تبغى تاخذ الكاميرا؟ شوف يده كيف يأمنون عليه كثير، للدم هايطي مرة، ياما كاميرات وجوالات أخذهم. تقدر تقول اقتحمنا أم اقتحم الحين الاثنين. يوه شوف كيف الحصان، يا ساتر ما شاء الله، شوف كيف شكلهم. الله، اول مره اشوف حصان قزم كذا. هنا هذه عاد النعامه، شوف كيف. اوه مضاربه. هذا الضبع خير، هذا خنزير، هذا الذيب. ما ادري ايش فيهم الحيوانات، تحسهم صايمين كلهم تعبانين. الحين ندخل على الاسد، ان شاء الله يكون موجود نايم. أمريكا هذه الأسد صحة. صباح الخير. يا ساتر يا ساتر، على طول جاية تاج، والله على طول. أول ما شفتني شوف، تبغى تفطر علي أنا؟ جاء الأسد ملك الغابة. لا صدق، شفيك خير. هدى أعصابك. سوايا طيب، يخطفني والله مرة. والله يخوف، ما تدري في لحظة ممكن ذا ينط. لا عاد صور كويس. خلاص يلا سلام. الله يخوفوني شيخ. سوي ذا يا ايوه. حجم صغير. جمل صغير. أدري ايش في هذه، من اول ما جيت ومركزه معاي. يلا سلام. اوكي يا جماعه، خلاص شفنا، دخلنا حديقه الحيوانات ذي الصغيره. هذه حديقه حيوانات موجوده من زمان، تعتبر صغيره بس كويسه. ان شاء الله تكون عجبتكم. الحين بنرجع البيت. يا ساتر على ايش داخلين احنا. وش يسوي ذا؟ يكون مريض ولا شيء. الله يشفيه. سلامات سلامات سلامات.
متأخرين مرة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. اليوم جتنا دعوة في هذه المدينة، مدينة توزر. سووا برنامج، تعرفون أربت جوت تالنت؟ إيه، سووا برنامج توزر جوت تالنت، بس هو البرنامج يوم واحد، في تقريب 16 متسابق، حيختاروا أول ثلاثة يعطوهم جوائز وكذا وفلوس. قالوا لي تعال صور وتعال تكلم، يعني حيعطوني 10 دقائق أطلع على المسرح وأتكلم. الموضوع اللي بتكلم فيه إن شاء الله بتكلم على اليوتيوب. جبت معي برضو أخوي. السلام. كان يبغى يحضر أحمد، إن شاء الله بيكون هناك برضو بيساعدنا على التصوير. أحمد هو هناك الحين، أنا متأخر مرة، بس تصدقوا والله العظيم إني ما أكلت شيء للحين، يعني أذن شربت شوية موية بس. دخلنا. السلام عليكم، بدري إذا تسمعوه بس حنا هنا خلاص. المهم حنا في الكواليس، أحمد إن شاء الله بيصور. لا لا تسمعوني، المهم بعد شوي بطلع أتكلم. الله يستر، شكلي أجمل. إيه بدأوا الحين المتسابقين، فهذه بتطلع تقول شعر. على حافة نهر يافا التقطت آخر الزهرات، وفي معبر رفح سمعت زغاريد اللاجئات، صوت الكمال في بغداد بسمفونيات عربية تعبر خطوط الطول والعرض لتلتقي هناك. يسمعونها دويا يخترق الآذان، أهلا بعروبتي تغربت منذ أعوام. ايش رايك في الشعر؟ لا تنسى هي هناك في كل شيء يسمع لها. قرب عليهم. صوتي معفن. Why?
حمس الشباب عشان يفتحون قنوات في اليوتيوب رسالة حلوة. اوكي خلينا نطلع نرجع الحين كذا. ايوه كذا وباينين الحين بنرجع ان شاء الله. ايش بنسوي الحين؟ بنرجع البيت وقت سحور يا ناس. ترى بعزم نفسي عندك تمام؟ باهم شت معاك خلاص عزمت نفسي بتصحر عنده خلاص ما عاد وقت. خلينا نرجع البيت الحين. اخيرا رجعنا. طيب هنا للاسف نكون وصلنا نهايه الفلوج. اول شيء ابغى اشكر المتابعين اللي حضروا هناك واللي تصوروا معاي وتكلموا معاي. والله انه شرف لي اني قاعد واتكلم معاكم. التجربه كانت يعني هي اول مره تصير وتجربه جدا يعني اتوقع انها ناجحه. اشكرهم برضو على الاستضافه هذه، اعطوني الفرصه اني اقدر اشوف متابعين وكذا. اتمنى انتم اللي تتابعوا تكون عجبكم اليوم هذا. لا تنسى اللايك، واذا جديد اشترك في زر احمر اضغط عليه. ان شاء الله اشوفكم بكره. يلا في امان الله. السلام عليكم. انا الحين على طول جيب المخده ذي وذي كذا وانام. اشوف امتى خلصت المقطع والدنيا خلاص بدت تنور الدنيا قريب بنشوفكم. يلا السلام عليكم.